حدثنا ادم حدثنا شعبه اخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك فقلت وكيف ذلك قال ارضعتك امراه اخي بلبن اخي فقالت سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له